كان سؤال حضرتك عن ان في حد كان يعني تعبني مثلا في فتره العلاج في المنتخب او العكس، او ان في حد ساعدني جدا وانا ما توقعتش ان احنا هنلحق. والحقيقه كان طبعا القصه المشهوره جدا يمكن ما اتقالتش ابدا بالتفصيل قبل كده، بس النني في كاس الامم 2017 محمد اتعور قبل ماتش المغرب بيوم، تقدير الاصابه ساعتها اصابه في عضله السمانه ان احنا محتاجين من قرب 10 ايام. ساعتها كان النهائي بعد 8 ايام. النني ساعد نفسه وساعدني اكتر بكتير ما انا اتمنى او ما انا اطلب، وفي نفس الوقت الحمد لله كان في تفهم كويس جدا من النادي بناء على الكلام اللي انا وصلته واللي انا قلته ان هو في ايد امينه وخلاص وتوكل على الله وجوان اعمل اللي انت عايزه. يعني اني كان بيعمل كل حاجه، يعني لو مطلوب منه جلستين كان بيجي يعمل ثلاثه، بيعمل ثلج في الاوضه، بينزل بعد صلاه الفجر يعمل تمرينات في حمام السباحه. انني كفايه بس 10 دقايق تلج، يحط تلج تلت ساعه يعني. خلاص انني دلوقتي كفايه. لحد ما جينا قبل النهائي بيومين، انا شايف ان انا هديله جزء بس من التقسيمه وكفايه، وتاني يوم اللي هي التمرينه الخفيفه يتمرن. فتقوم اشوف انني يعني متعصب يعني وانا هنزل. ومستر كوبر جه قال لي اللي تشوفه اعمله، المهم خلينا معانا جزء من التمرين وشارك في جزء، وابتدى في الجزء ده حتى يبتدي يشوط الكوره يعني جامد عشان يثبت للناس كلها ان انا الحمد لله بقيت كويس، انا سليم. والحمد لله ما شاء الله محمد لعب والنهائي وجاب الجون بتاعنا الوحيد وعمل لعب 90 دقيقه ورجع النادي بتاعه لعب. انا ما عنديش حد متعب في المنتخب، بالعكس الناس كلها بتبقى دايما عايزه تجهز وعايزه تلعب، من الناس اللي بسرعه جدا جدا. وحسام عاشور كان راجع من تونس مع النادي الاهلي عنده اصابه في الرباط الداخلي للركبه، واحنا عندنا مباراه الكونغو اللي هي هتاهلنا ان شاء الله لكاس العالم. فانا كان كلامي مع مستر كوبر كان المعسكر ده حوالي 9 ايام ان احنا ممكن ننزل حسام اخر يومين. الحقيقه حسام بعد رابع يوم كان في الملعب، لدرجه ان هو بقى بيعمل في الملعب حاجات انا مش مصدقها. مباراه اوغندا عصام اتعور في الشوط الاول، جزع في الرباط الداخلي، ورجعنا هنا خسرنا 1-0 هناك، ورجعنا هنا كنا في العيد، فانا مش قادر اعمل له اكتر من السونار. كان بيبقى معايا السونار بتاعي، ما بقدرش اعمل اكتر من السونار، كنت محتاج اعمل رنين ما قدرتش، مفيش ولا مكان في مصر شغال. كلامي مع كابتن ناجي ومع مستر كوبر ساعتها ان عصام صعب ياخد الماتش التاني. عصام قعد معايا قال لي بص انا كويس. قلت له انا عارف ان كويس، بس يعني في حاجات كابتن عصام يعني مش هنقدر نعملها يعني. فقال لي طب بعد اذنك بس احنا هنشتغل يومين كده ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله. قلت له حاضر. حقيقة برضه عصام بيعمل تقويات في الأوضة، يعني بالليل يقعد يعمل استشفاء في تلج لوحده، كل الكلام ده خالص ممكن ما ينامش لو فاكر ان هو يكمل استشفاء او يزود استشفاء عشان. وبعد يومين عصام نزل الملعب ولعب ماتش أوغندا وطلع كلين شيت، فبرضه دي برضه من القصص اللي الواحد ما ينساهاش خالص الحقيقة.